say, none of you truly believe until he loves for his brother what he loves for himself. وبص على خريطة العالم واكتب على كل بلد وكل مدينة علامة ان احنا نفتح في المكان ده كله. I think Dr. Hani is one of the great philanthropists, one of the great humanitarians of our current times. Dr. Hani Albana for services to Islamic Relief. Hani Albana. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة الجديدة مع الدكتور هاني البنا، وهذه الحلقات التي نتابع فيها مخرجات ومضامين ملتقى أبعاد العمل الإنساني الدولي وعلاقته بتنمية الموارد، هذا الملتقى الذي انعقد بإسطنبول في نهاية الشهر الماضي. يسعدنا دائما أن نكون في حضرة الدكتور هاني لتحليل هذه المضامين كما قلت لكم ومتابعتها. دكتور هاني، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك، جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. قبل أن ندلف إلى موضوع الحلقة، وموضوع الحلقة متعلق بمناقشة محاضرة الإعلامي الكبير الأستاذ وضاح خنفر، وكانت بعنوان موازين القوى الدولية الحالية وانعكاسها على مستقبل العمل الإنساني والمجتمعي، أحب أن تعلق على بعض الفيديوهات لك أن تصاحب هذه الصور بالتعليق. ده كان مؤتمر للأيتام، اتحاد رعاية الأيتام في اسطنبول، ودول أطفال أيتام كلهم من الأيتام السوريين الموجودين في تركيا، وكنا احنا حاضرين معاهم علشان نشوف كيف ان احنا نساعدهم من خلال الاتحاد. دي مجموعة أخرى من الأيتام الأطفال السوريين اللي هم التقوا ب مجموعة متطوعين من الجمعيات الإسلامية في كندا، لما كلهم لابسين الفانيلات الزرقاء دي في اسطنبول أيضا، يعني حدثين مختلفين. ما شاء الله. جميل جدا هذه المشاهد وهذا الحضور الأبوي وهذه الرعاية مع الأيتام، وتذكرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، ثم عقد صلى الله عليه وسلم بأصبعيه. دعني أسألك دكتور، بارك الله فيك، بداية عن تقييمك لتجارب رعاية الأيتام بالمنظمات العربية والإسلامية يعني حاليا، وما هي مداخل تجويد هذا المجال؟ طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، كلمة كفالة اليتيم اللي بتقدم الجمعيات بتستعملها هي كلمة غير واقعية، لأن مبلغ هذه الكفالة قد يكون 30 دولار أو 40 دولار أو 50 دولار أو 60 دولار، وده مبلغ قليل جدا 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 لا يكفي حاجات اليتيم. لو كنا احنا صادقين مع انفسنا فسميها مساعدة اليتيم. اما كفالة اليتيم كما جاءت في الآية وكفلها مريم، يعني عاملها كابنته. كفالة مريم يعني كابنته، يعني حصل النقاش ده في اول مؤتمر لاتحاد رعاية الايتام في 2016 تقريبا. كان الدكتور علي القرداغي موجود وصلحني او صحح كلامي. انا بقول انا عايز 100 او 150 دولار لكفاله اليتيم في الشهر. قال لي ما تقدرش تحط مبلغ معين،
لان انت على حسب الاب ما بيكفل بنته لابد يكفل الطفله اليتيمه والطفله اليتيمه، لكن ممكن نسميها مساعده اليتيم. وفي كتير جدا من الجمعيات بتكفل اليتيم، يعني نفس اليتيم بيكفل من جمعيه واثنين وثلاثه عشان يكفي المال لهؤلاء. الكميه المفروضه حاليا للاسف يعني هي كميه بسيطه جدا علشان تجذب المتبرع لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم انا وكفل اليتيم هاتين في الجنه، وما فيش حاجه انا في $40 او $50 او $30 الى اخر، يعني الموضوع بيكون اكبر من كده بكتير. ده بالنسبه لايه للمبلغ. النسبه الثانيه ان المفروض احنا نخرج من موضوع اللي هو بناء اللي هو الملاجئ. يعني بناء الملاجئ فيه مشاكل كثيره جدا، ولابد ان نقف مع وقفه يعني واضحه في ادارتها وفي بعض الامراض اللي بتحصل فيها، او التجاوزات او التعاملات ما بين المشرفين وبين الاطفال كذلك. وفي بعض المؤسسات عملت ابحاث في اوروبا على تجاوز بعض المسؤولين في علاقتهم مع الاطفال، سواء كاطفال من البنات او من الذكور. وطبعا احسن شيء بالنسبه لكبار الايتام يكون مع الاسره، مع امه في البيت او مع احد الاقارب بتاعته. اما بناء الملاجئ فاعتقد لابد ان يراجع مره اخرى. اذا تفضيل الرعايه الخارجيه على رعايه الايتام. طبعا عشان هو لابد ان يكون جزء من المجتمع. احنا الايتام ده لما نحطهم في ملجأ كانهم نبات ظل، نبات الظل جميل لكن ليس له ريحه وليس له ساق ولا يثمر. لكن لما يكون اليتيم في وسط المجتمع مع عمه مع خاله مع امه الى اخره بيكون قوي العود. صحيح. طيب عودة الى موضوع هذه الحلقة وهي محاضرة الاستاذ وضاح الخنفر، وكما وضاح خنفر عفوا، وكما ذكرت كانت بعنوان موازين القوى الدولية الحالية وانعكاسها على مستقبل العمل الإنساني والمجتمعي. البعض دكتور هاني قد يقول بأن هذا الموضوع سياسي ولا ينبغي أن تهتم به يعني المنظمات الخيرية والإنسانية على اعتبار أنها مطالب منها الحياد والموضوعية والابتعاد عن هذه المواضيع. إذن ماذا يمكن أن نقول بهذه الخصوص، وعلى أي أساس تمت برمجة هذا الموضوع في الملتقى؟ أولاً السياسة تتقاطع مع كل أعمال المدنية وكل الأعمال المجتمعية اللي منها الأعمال الإنسانية، وكذلك العمل الإنساني بيتقاطع مع كل الأعمال السياسية والاجتماعية والاقتصادية في أي دولة في العالم. وصعب جدا ان احنا نفرق بين الاثنين. هو الشيء الوحيد اللي احنا بنقول فيه ان لا تنخرط الجمعيه الانسانيه في عمل سياسي. اما ان تدرس تاثير العمل السياسي والتغيرات السياسيه او الاجتماعيه او الاقتصاديه او الامنيه او العسكريه على المسار العمل الانساني فده واجب. ما ينفعش ان في مؤسسه انسانيه او اجتماعيه تعيش في معزل عن المجتمع ومعزل عن السياسات الداخلية للدولة اللي بتعمل فيها، ومعزل عن السياسات الخارجية التي بتتحكم في السياسات الداخلية للدولة. كل هذه الأشياء مترابطة ببعضها البعض. فالذي يأتي ويقول لك أنتوا مالكم أنتوا الموضوع ده، أقول له أنا مؤاخذة يعني أنت مش فاهم أو أنت مش فاهمة حضرتك إن إحنا قاعدين في وسط كل هذه الصراعات السياسية نتأثر بها سلبا أو إيجابا. توقف عملنا في كثير من الأحيان وتسهل العمل في بعض الأحيان. فلذلك لابد أن يكون العامل المجتمعي أو العامل الإنساني على دراية كاملة بما يحدث حوله، سواء على مستوى القرية أو على مستوى المدينة أو على مستوى المحافظة أو الوطن أو على مستوى العالم. لأن كل التغيرات السياسية دي بتؤثر في كل المجالات اللي بنعمل فيها، والعمل الإنساني أو المؤسسة المجتمعية هو يتقاطع مع كافة الأعمال التي تخدم الإنسان داخل المجتمع. فده بالنسبة للإجابة على السؤال. طبعا ليه اخترنا احنا الموضوع ده؟ الموضوع واقعي، موضوع واقعي جدا. لما ننظر مثلا لقضية أفغانستان دلوقتي، أفغانستان دلوقتي مثلا بتعاني من مشكلة تحويل أموال
حتى الأموال الموجودة في البنوك. أفغانستان متعاني مش من 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 السياسات المفروضة عليها من دول أخرى. أفغانستان بتعاني من تضييق أو الإعلام أو الصورة النمطية الإعلامية اللي بتخلي المتبرع يحجم عن المتبرع لأفغانستان. دي كلها سياسات. كلها سياسات. يعني إحنا مش عايزين نعمل زي نبقى زي النعامة ندفن رؤوسنا في الرمال وكل جسمنا للخلف. وبالعكس أكتر ناس بتفهم في التغيرات السياسية في العمل الاجتماعي هم العمال الإنسانيين المجتمعيين اللي نوم بتتلاقى كل هذه التغيرات السياسية داخل المجتمعات اللي بيعملوا فيها. صحيح تماما. الأستاذ وضح خنفر وهو كان في الحقيقة واضحا في محاضرته وقال بأنه للأسف الوضع سوداوي ولا أستطيع أن يعني أن أبيضه بين قوسين. إذا تحدث عن حالة عامة من الارتباك أقتبس من محاضرته قوله مثلا قال بأن قدر المعقولية في المشهد العالمي اليوم مستحيل. قال ينقص العالم اليوم قادة حقيقيون. قال هناك حالة ارتباك غير مسبوقة. قال البوصلة في العالم الإسلامي مفقودة إلى غير ذلك من العبارات التي ساقها. هل تتفقون أولا دكتور مع هذا التوصيف يعني بهذه الصفة التي أوردها الأستاذ وضاح؟ وكيف تنعكس هذه الحالة على واقع العمل الإنساني والخير؟ هو طبعا ما قاله الأستاذ وضاح لا ينطبق فقط على العمل السياسي، ينطبق على العمل الإعلامي وتدني، العمل الفني، العمل الثقافية، ينطبق حتى على المناهج التعليمية اللي بيعلموها للأطفال، ينطبق على القيم الأخلاقية الجديدة التي تريد بعض الدول أن تفرضها على الشعوب وعلى المجتمعات، ينطبق على حتى ذوق الإنسان في الملابس اللي بيلبسها أو اللي انت عندنا بنسميه الفاشن اللي الموضة. كل هذه الأشياء يعني أصبحت متدنية. أزمة الأخلاق في العمل السياسي وكل الأعمال الأخرى موجودة، ينطبق حتى على العمل الإنساني. يعني الناس اللي كان جيل السبعينات وجيل الثمانينات وجيل الستينات، الشباب حاليا ما عاشوش هذا الجيل الذهبي العمل الإنساني سواء كان على المستوى العربي أو الإسلامي أو على المستوى الدولي. كان في قيم أكتر، كان في تضحيات أكتر، كان في تفاعلات أكتر، كان في مشاركات أكتر، كان في وضوح أكتر، كان في شفافية أكتر، كان في احترام أكتر للعمال الإنسانيين أو العمال الإعلاميين أو حتى القصص الدرامية اللي كان بتتحول إلى مسلسلات وأفلام تختلف عن اللي إحنا بنشوفه حاليا. يعني مثلا انا كان في تناقض ما بين جيلين واحنا قاعدين في الاوتيل من كام يوم، جيل الام اللي هي لابسه حجاب ومحجبه الى اخره، وجيل البنت اللي هي لابسه الشورت الساخن. فده في نفس الايه، في نفس الحقبه. فلما تتخيل هذين الجيلين مع بعض فتجد ان التدني ليس فقط في العمل السياسي وعدم وجود قيادات في اوروبا، وخبرك شوف القيادات السياسية اللي بعد الجيل اللي كان موجود في نهاية الثمانينات والسنوات والجيل اللي موجود حاليا والجيل اللي حيجي بعد كده، ما بين الناس يعني ما أنزل الله بهم من سلطان، يعني فكرهم ضيق جدا وأفقهم غير واسع وما عندهمش رؤية وإدراك للتغيرات. كل شيء هو بيحافظ على، ليس على الوطن لكن بيحافظ على مصلحة الحزب ومصلحته هو نفسه في إدارة المجتمع اللي بيدوره سواء كان رئيس وزراء أو كان رئيس جمهورية أو كان وزير إلى آخره. فكل هذه الأشياء يعني لو كان الأستاذ وضاح بيتكلم عن العمل السياسي فقط، لا، هي داخلة في كافة المناحي الحياتية داخل المجتمع والأسف يعني. صحيح. وده بينطبق عليه اللي هو خير قرون قرني ثم 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 المصطفى صلى الله عليه وسلم قال من ناحية الدعوة الإسلامية كان خير القرون هو جيل الصحابة ثم ثم ثم، وإحنا بيننا وبين جيل الصحابة 14 قرن. فتخيل إحنا وصلنا لإيه؟ وصلنا لهذه الرويبضات التي تتكلم في كل شيء. الناس التفة الجهلاء اللي واقفين بإيه؟
بيفتوا بفتاوى حتى ما فيهاش تذوق حسي وشعوري لقيم المجتمع الغير دينية الراسخة. تشير إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آخره وينطق فيها الرويبضة، قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه في أمر العامة. شفت بقى؟ نعم. دكتور هاني حفظك الله، بعض القوانين المرتبطة بالمؤسسات الإنسانية والخيرية اليوم يعني كانت وليدة سياق وأحداث وتفاعلات سياسية. نأخذ على سبيل المثال قوانين محاربة الإرهاب وتبييض الأموال وإنشاء مؤسسات الفاطف هذه التي من مهامها تقييم الدول ويعني مراعاة مدى انضباطها لهذه المعايير. هذا الأمر انعكس على التحويلات المالية مثل ما ذكرتم حالة أفغانستان قبل قليل وغيرها، انعكس أيضا على المسؤولية اختيار الشركاء المحليين وضرورة العناية الواجبة وغيرها من الأمور. إذن في تقديركم هذه التطورات وهذه القوانين هل أثرت سلبا على العمل الخيري والإنساني بتحجيمه، أم أنها أثرت في الحقيقة إيجابا بتجويده ودفعه نحو الابتعاد عنها عن التطرف وغيرها وأن يكون مقية لمشاريع أخرى؟ وما رأيك طبعا فيه؟ تفضل اسمح لي نكمل لك فقط هذا السؤال لتتضح الصورة. ما رأيك في من يعتقد أن كل هذه القوانين هي مجرد أسباب تساق للتضييق وتحجيم العمل الإنساني؟ أولا إحنا مش عايزين نتهم العمل الإنساني أو الاجتماعي بأنه عمل مرتبط بالإرهاب. هذه فرية وهذا كذب وهذا بهتان. قبلك ده شيء مرفوض على الإطلاق. الشواذ في كل شيء ما نعملهمش زي ما تقول قواعد، لا تبني القاعدة من تصرف شاذ، لكن تعلم من التصرف الشاذ أنك تتعامل مع الظاهرة الشاذة فقط. فلذلك كل الأعمال الإنسانية أو غالبيتها هي أعمال فيها جودة عالية وفيها شفافية عالية وفيها مصداقية عالية وفيها ثقة متبادلة بين المجتمعات وما بين الجمعيات اللي بتشتغل عندها. طبعا ما قبل 11 سبتمبر وبعد 11 سبتمبر أمرين. أنا أتذكر في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي وبداية التسعينيات بدأت سياسة بعض الدول العربية في تجفيف منابع التمويل للجمعيات الإسلامية بالذات. وأحد الدول دون ذكر اسمها أرسلت وزير الداخلية بتاعها علشان يروح لبعض الدول الغنية في العالم العربي ويخوفها من أداء جمعيات اللي هي بتاعت اللي تعمل فيها. في نفس الوقت هذه الدول وغيرها التي كانت تسمح، أنا اسمعني بقى دي وحطها في ودنك، اسمعني دي وحطها في ودنك، التي كانت تسمح أيام فترة المواجهات المسلحة ما بين السوفييت والأفغان بخلط أوراق العمل العسكري بالعمل الإنساني، والتي كانت تعطي تخفيض للعاملين في أفغانستان 50% على شركات طيرانها، والتي كانت تسمح بجمع المال من المسؤولين في داخل بلادها للجهاد. حتى في أوروبا أنا بقول لك أهو وصباعي قدامك أهو ولا جيب صباعي اليمين، حتى في أوروبا وأنا شاهد وما زلت أحيا وغير شاهدين، كانت تعطى التأشيرات للمجاهدين لكي يأتوا لمؤتمرات إسلامية يجمعوا فيها الدعم المادي من أجل العمل الإنساني ومن أجل العمل العسكري. كان ده في أمريكا وفرنسا وفي أوروبا كلها. فما نجيش بقى نقول مين اللي خلق المشكلة. كان ده نقاش بيني وبين السفير البريطاني في نوفمبر عام 2003 في مكتبه في الرياض. قلت له أنتم اللي أنشأتم الإرهاب. لا مش أنتم اللي عملتوا كذا وكذا وكذا وكذا. ألم تقام المؤتمرات
في أوائل الثمانينيات ونهاية السبعينيات في أوروبا من أجل دعم الجهاد الأفغاني، ألم تجمع المال، يوم يجمع المال من أجل شراء السلاح البازوكا ومش عارف كذا وكذا وكذا، من الذي سمح لهذه المؤتمرات أن تقام؟ فما تجيش بقى تقول لي أنت كجمعية إنسانية ها أنت مثلا فاسدة أو بتخطى الخطوط الحمراء. كل هذه الأشياء لابد الشباب يعرفها، لأن الذي أفسد مسيرة العمل الإنساني هم المسؤولين في الحكومات الذين جعلوا خلط العمل الإنساني بالسياسي شيء عادي جدا. الحمد لله في هذه الفترة احنا كنا بعيدين عن هذه المعركة الغير شريفة او هذا المناخ الغير صالح. وبعد ما خلصت مع قضية افغانستان ها في اوائل التسعينيات، قبضوا على كل من رجع من افغانستان لهذه الدول ووضعوهم في السجون، ومنهم من مات في السجون. فمحدش بقى يجي ايه يقول لنا اصل احنا بنعمل قوانين وكذا وكذا وكذا، اللي خرج العفريت يدخله مره ثانيه في الامم. ده بالنسبه للامر. نرجع بعد 11 سبتمبر اصبح فيه توجه اخر، توجه قال لا احنا هنقفل كل العمل الخيري العربي والاسلامي بالذات، واتهم اتهامات باطله. انا اقول لك باطله الى من هنا الى ما شاء الله، باطله. ليس لان في انسان اخطا. طب ما انا هقول لك حاجه، صليت على النبي. في حرب في جنوب السودان، ما بين جنوب السودان والشمال، في احد المؤسسات الدوليه الغربيه الكبرى وجدوا في طائره من طائراتها شحنه اسلحه وما زالت تعمل الان ولم تتهم بشيء. فلما تكيل ما تكلش بمكيالين، خاصه اللي قاعدين شافوا الايه، شافوا التاريخ بيتعمل ازاي وشافوا التدليس بيتعمل ازاي. فلما جت 11 سبتمبر قامت الدنيا لم تقعد، اغلقت 23 مؤسسه في امريكا ومؤسسات اخرى، اصدروا قوانين علشان تحجم العمل الانساني. انا بفسره في بعض الاحيان ان العمل الانساني العربي والاسلامي ابلى بلاء غير عادي في قضيه البوسنه. وعلى رأس هذه المؤسسات كانت هيئة الغاز الإسلامية العالمية في السعودية، كان كل الجمعيات اللي في العالم العربي والإسلامي بلا استثناء، من الكويت، من البحرين، من الأمارات، من قطر، من عمان، من الجزائر، من المغرب، من تونس، من السودان، من باكستان، من أفغانستان، من باكستان يا ربي، من أندونيسيا، من ماليزيا، من إيران، كلهم، نعم، من مصر، كلهم ونجحوا في وقف النزيف البشري اللي كان حاصل في داخل البوسنة، وقبله بلاء غير عادي. فلابد أن تراجع هذه الطفرة اللي بدأت استجابة لقضية البوسنة. فبعد 11 سبتمبر، بغض النظر عن أسباب 11 سبتمبر هي إيه، أصبح القوانين كل يوم بتضيق تضيق تضيق تضيق. أنا هقول لك حاجة، في الملتقى اللي احنا عملناه ده كان في احد الجمعيات بتاعت لنا 6000 يورو من اوروبا لاوروبا، يعني من احنا الفلوس اللي رايحه افغانستان ولا باكستان ولا تركيا ولا سوريا ولا اليمن ولا اي حاجه. البنك وقفها، البنك ايه على 6000 يورو من اوروبا لاوروبا، يعني من دوله اوروبيه لدوله اوروبيه اخرى، لان اصبح دلوقتي موظف البنك عنده الصلاحيه بايقاف اي تحويل دون مراجعة. أصبحت البنوك حاليا عندها الصلاحية بإغلاق حسابك دون مراجعة ودون إبداء السبب. أصبح في مؤسسات في العالم اسمها بتصنف الأشخاص وتضعهم في قوائم الإرهاب دون أن يعلم هؤلاء الأشخاص أنهم على قوائم الإرهاب. فلذلك هنقول للشباب وللناس دول، لو أنتم عندكم مشكلة مع البنوك، روحوا على حاجة اسمها وول تشيك أو تومسون رويتر، وشوفوا اسمكم هناك ولا مش هناك، لان لو في عندك مشكله مع البنك يبقى اسمك موجود هناك دون ان تعرف. وهناك ملايين من الاسماء من الافراد اللي هم غالبيتهم وغالبيه معظمهم من المسلمين والعرب. فلا، هي سياسه معموله لتضييق العمل الانساني في العالم كله.
الله كل القوانين بلا استثناء، يعني ما بهزرش، العمليه ما هوش هزار، كل القوانين اصبحت معيقه. صح. ما اصبحتش ميسره. صح. طيب لعل هنا سؤال يفرض نفسه، يعني ما العمل امام هذه التطورات؟ العمل اول حاجه يعني بتقول ايه، كل واحد يحافظ على كيان البيت بتاعه. انا بس مش فاكر اقول ايه، يعني تبني بيتك من الداخل، يعني اعمل الصح يحتر عدوك فيك. اعمل الصح زي يعني يكون عندي هيكل، يكون عندي مجلس اداره، يكون عندي ميزانيه، يكون عندي مراجعات، يكون عندي علاقات دوليه مع المؤسسات الدوليه الكبرى، يكون عندي علاقات مع الحكومه بتاعتي، يكون عندي مع الجمعيات الاخرى، اكون منفتح، اكون في النور، ما اشتغلش في الظلمه، اكون بمثل المجتمع كله، ما بمثلش فصيل فقط واحد من المجتمع، يكون عندي شباب ونساء، لست مؤسسه ذكوريه بحته، اكون عندي كل هذه الاشياء وغيرها، اكون بعد كده ابني تكتلات بيني وبين الاخرين علشان اضغط على مثل هذه الحكومات او مثل هذه المؤسسات لكي نغير القوانين. لكن كل واحد فينا بيعمل لوحده، ده المشكله، مفيش تجمع، مفيش تكتل، مفيش بيننا ثقة وبيننا وبين بعض ثقة. يعني مثلا عندنا منتدى في بريطانيا احنا عاملينه اسمه منتدى الخيال الإسلامي، بنلهث ورا الجمعيات عشان تشترك، ما عندناش حوالي 12 جمعية أو 13 جمعية مش عارف ايه، بالرغم انهم محتاجين حاجة شديدة جدا للاشتراك فيه. لكن كلما تورمت حسابات هذه الجمعيات الصغيرة ذات الجمعيات الكبيرة في المال ذات العقول الصغيرة في الفكر، كلما ابتعدت عن التكتلات تقول لك انا مش دعوه. ده حتى في بعض الجمعيات لما بتقفل حساباتها ما بترضاش تتكلم عنها عشان خايف من المتبرع انه ما اداش فلوس. دي جمعيات منكفئه، جمعيات منكفئه، يعني مثلا مش بس القوانين اللي بتطلع هي بس غلط، لا او لا، الجمعيه نفسها رئيسها بيقول لك لا ما تقولش لحد، يعني احسن المتبرعين يعرفوا وبعدين ما يدوناش فلوس، وبعدين طب بعد كده ما يقفل لك الجمعيه. نعرف جمعيه يمكن عندها 50 او 60 مليون جنيه في البنك مش عارف تحولهم ولا تستطيع تحويل مثل هذه الاموال خارج بريطانيا، ومع ذلك ما حدش من المتبرعين عندها يعرف، عارف ما فيش شفافيه، خدت بالك؟ ففي مشاكل عن الجانب ده، في مشاكل على الجانب ده. صحيح. طيب ننتقل الآن إلى نقطة ضوء متميزة وردت في محاضرة الأستاذ وضاح خنفر، وتحدث على أننا في توصيف طبيعة الحال للحالة السياسية الدولية قال نعيش لحظة انفتاح على الأفكار والحلول، قال بأن هذا الانفتاح هو فرصة للجميع يمكن استغلالها، هذا الانفتاح قال يؤدي إلى تواصل بشري، إلى مشاركة التجارب، إلى غير ذلك. تحدث أيضا على أن أفضل استثمار الآن هو الاستثمار في الشباب ومساعدتهم في تطوير أعمالهم إلى غير ذلك. قال أيضا مع مصاحبة ذلك بإطار قيمي وأخلاقي. ما تعليقكم على هذا المدخل أو على هذه نقطة النور التي وردت في هذه المحاضرة؟ الانفتاح فرض عين، فرض عين، ما أصبحش ليك أي بديل آخر غير أن تنفتح على المجتمع بتاعك، تنفتح على الحكومة المحلية في القرية اللي بتتكلم فيها أو في المحافظة أو في المدينة، تنفتح على حكومة الدولة اللي بتشتغل فيها، سواء كانت الدولة دي هي دولة المؤسسة اللي فيها المؤسسة أو الدولة اللي أنت بتعمل فيها في أفريقيا أو في آسيا، لابد أن تنفتح، تنفتح على المؤسسات الدولية الكبرى، تنفتح على الحكومات الأخرى، تنفتح على السفارات اللي عندك في البلد. ليه ما يكونش ليك مراسلات لكل السفارات عربية وإسلامية وغربية؟ ليه ما يكون لكش؟ عشان بدل ما التقرير، يعني مثلا أنا أديك مثلا من الأمثلة، وأنا لما كنت ماسك الرئيس التنفيذي للإغاثة الإسلامية كان عندي حملة بريدية، كان سلسلة سعيدة فيها إنترنت ولا فيها واي فاي ولا حاجة كده، مرتين في السنة حوالي 3000 خطاب لكل مسؤولين الحكومات في العالم،
أودي لهم اللي هو المجلة بتاعتنا والتقرير المالي. بدل ما حد يجيب تقرير عننا يتكتب، طب ما أنا بعت لك وأنا مش خايف منك، أنا بعت لك التقرير المالي بتاعي، بعت لك الأدبيات بتاعت المؤسسة. واللي حمى الإغاثة في الفترة دي، احنا قررنا بعد ما سجلت رسميا، احنا بدأنا نشتغل في سنة 84 القرن الماضي وسجلناها في 89 رسميا، بعدها بأربع سنين سجلنا الإغاثة الإسلامية في الأمم المتحدة. ليه يا أستاذ دكتور حمادي؟ علشان نخش في المطبخ اللي بيحمينا، وكل الناس شفنا من الداخل ومن الخارج، بنقدم تقارير، بتحضر مؤتمرات، بتحضر منتديات، واخد بالك؟ لما جه 11 سبتمبر، كنا احنا مسجلين في الأمم المتحدة من 93، يعني قبلها بثمان سنين، فكنا معروفين، فلذلك ربنا نجانا. الحمد لله. لماذا؟ لأن الناس كانت عارفانا. حتى في اللقاءات الداخلية في بريطانيا اللي هي كانت حاصلة في الوقت ده من مؤسسات ما كناش حنبلين فيها، كان المؤسسات الدولية الغير مسلمة القاعدة كنا احنا معاهم، ما كناش قاعدين معاهم، كانوا بيتكلموا عن يتعاملوا مع الغاثة الإسلامية ولا لا، فقالوا لا هنتعامل معاها، احنا عرفناها، بس عرفناها ايه؟ مش عرفناها بصورة، عرفناها 7 أو 8 أو 9 أو 10 سنين قبل ما يحصل 11 سبتمبر. فالانفتاح الدائم أصبح فرض عين، ده بالنسبة للتبادل. دلوقتي أصبحت المعلومة متاحة، أنت بتخبي إيه؟ أنا أعرف لغاية دلوقتي في جمعيات الدكتور حمادي، الجمعيات ما بتطلعش التقرير المالي بتاعها على الصفحة بتاعتها، والمال ده أنا مال الجمعية ولا مال رئيس مجلس إدارة، خدت بالك؟ في حاجات كتير جدا ما بتنشرهاش، في جمعيات مالهاش صفحة. فأحد الباحثين البريطانيين جه قال لي أنا عايز أعمل تقرير عن الجمعية إكس، مش عارف مالهاش صفحة، أقول إيه؟ في تقريره الحكومة هيعمل إكس عليها، خلاص أي حد يقول أي حاجة في أي حد. فالانفتاح ده وحقيقة، إحنا في العمل الإنساني بدأناه من قبل 1993. أنا فاكر أول ورشة عمل عملناها في مكان كده اسمه ميزانين في مبنى من البني في برمنغهام، كان حاضر معانا أوكسفام وحاضر معانا الصليب الأحمر البريطاني. وإحنا عندنا كام؟ يمكن لسه سنتين رسميا، خدت بالك؟ لكن في نفس الوقت لما حصل اللي هو الاجتياح العراقي للكويت أعتقد في سنة 91، نزلنا إعلان بيقول حيتضرر 5 مليون، الأمن زعل جدا وقد الأوراق والأوراق وكذا وكذا وكذا. فجو دخل عندنا في المكتب الأمن البريطاني، كان فيه حكاية اسمها قانون إيه؟ قانون اللي هو طوارئ، أوعى تفتكر بريطانيا ما كانش فيها قانون طوارئ في الوقت ده. فكنت أنا ساعتها في ألمانيا، فرجعت فقعدت معاهم، قالوا احنا عايزين نعمل محضر، قلت له ابدا، اما اجيب المحامي بتاعي يكون المحاضر معايا، يهديك يرضيك، انت كذاب، قلت له ليه؟ قال لي انت بتقول 5 مليون حصدر، قلت له اقول لك ليه بقى، انا جبت الاخبار دي منين؟ قال لي منين؟ قلت له اعلامك بيقول في حرب كيماويه، اعلامك بيقول في حرب بريه، اعلامك بيقول في حرب انا قلت كيماويه، حرب بيولوجيه، اعلامك بيقول قد يكون في حرب مطلعته ان العراق اللي هتعمل كذا. فانت متخيل ان بعد وقت 5 أو 6 انواع من الحروب اللي انت اعلامك بتكلم عنها ليل نهار وسياسيينك بتكلم عنها ليل ونهار مش هتؤدي الى تضرر 5 مليون في المنطقه دي ولا لا؟ انت بتحاسبني انا؟ طب ما تروح تحاسب الاعلام الكاذب بتاعك اللي بيشعل نار الحرب. فسكت ورفضت ان يعمل لي محضر الا في وجود الايه؟ المحامي بتاعي. وبعدين ما اتعملش محضر بعد كده، قفل الملف، لأن حاسس إن هم يعني الخطأ عندهم مش عندنا إحنا. حرب ألف وب وج ودال 4 5 أنواع من الحروب، واخد بالك؟ والعراق فيها 20 و30 مليون، والمنطقة فيها يمكن حوالي 50 60 مليون تانيين، ها؟ وكل مش هتؤدي إلى التضرر 5 مليون؟ مين اللي كذاب؟ مش أنا. تفضل. كان لديك تعليق في نهاية محاضرة الأستاذ وضاح خنفر، وأنا أقتبس من هذا التعليق قولك: لا بد أن نكون جزءا من الأوطان التي نعيش فيها، سواء كانت شرقية أم غربية، نحن أصحاب قيم وقضية
ولذلك لابد لنا من أن نكون حاضرين في القضايا العالمية. طبعا الحال خطاب كان لممثلي المنظمات الخيرية والإنسانية الحاضرة في أبعاد عمل الإنسان الدولي. ما هي رسالتكم دكتور هاني لمؤسسات العمل الخيري والإنساني من خلال هذه العبارة؟ هو أولا بنتكلم عن إيه؟ احنا بنتكلم عن في ناس مهاجرة من المهاجرين لسه حاسين انهم مهاجروا مدة سنة وسنة. انا احد الناس اللي لما جيت بريطانيا من 45 سنة او 46 سنة كنت قلت حاجة على سنتين، قعدت 45 سنة ولسه موجود في بريطانيا بلد. في مازال الناس بيقولك انا هرجع بلدي، انت جيت خلاص هاجرت وعملت كذا وعملت حتى لجوء، وطن نفسك لان وطنك في المرحلة دي قد لا يكون مستقر او محتاج البناء، ممكن ياخد 10 سنين او 20 سنه او 30 سنه. كان لنا لقاء حديث مع بعض المؤسسات الاوكرانيه من اسبوعين تقريبا وسالوا نفس السؤال، نعمل ايه؟ قلت لهم انتوا دلوقتي عايشين في وارسو او في بولندا وعايشين في بريطانيا وعايشين في المانيا وعايشين في كذا وكذا في اوروبا، وطنوا نفسكم انكم تكونوا مواطنين محليين الى ان يقضي الله امر كان مفعولا، وحتى إذا وقفت الحرب غدا أو في العام القادم لإحنا ما ندري كم الدمار اللي حصل في هذه الحرب وهل سيسمح لكم بالعودة غدا أو لا. بالنسبة للسوريين اللي موجودين في تركيا وغيرهم اللي موجودين في لبنان أو اللي موجودين في الأردن، أماكن كثيرة جدا دمرت في الداخل السوري، لو حصلنا إن شاء الله على أول أو على غدا مثلا قلنا في سلام وفي رجوع، مين اللي هيرجع؟ لا في لا بيت ولا في سوق ولا في مدارس ولا في كذا. انت بتتكلم على 5-6 مليون سوري خارج سوريا و7 مليون نازح سوري في الداخل، فلابد نكون واقعيين. فانا لو اتيحت لي الفرصه ان انا اكون تركي او اكون اردني او اكون لبناني هاخد الاقامه الى ان يقدر الامر كان مفعولا، لكن ما اقدرش اعيش في خيال وهمي. ده بالنسبة للي هو اللي انت الواقع الحالي اللي احنا عايشين فيه. الامر الثاني وده التحدي الكبير، يكون عندك تجمعات تحافظ فيها على قيمك وعلى اخلاقك وعلى عقيدتك وعلى تاريخك وعلى ثقافتك وعلى لغتك. ده هيكون تحدي اخر يعني. فما بين ان انت بتقول ولابد تشعر الوطن المضيف اللي هو بيديك الامن والاستقرار ان انت جزء مهم من النسيج بتاعه، مش جزء غريب، مش تعيش في حواري مغلقة. ها لا، ان انت ليك تفاعلات، بتهتم بالوطن المضيف، بتحاول تساعده، بتحاول تبرز فيه، تكون سفير ليه جيد الى اخره. فما ينفعش ان العزالية عن الوطن المضيف في نفس الوقت عدم وضوح الرؤية متى سنرجع لأوطاننا اللي دمرت والعياذ بالله. شكرا جزيلا دكتور. اسمح لي أن أريد بعض التعليق التي يعني استقيناها من متابعي صفحتك، صفحة الدكتور هاني. التعليق الأول لحساب باسم سوسن، قالت بأن الجانب الأمني لعب دورا كبيرا في تعطيل عمل الشباب والمبادرات والمؤسسات المحلية في اليمن. أضيف إليه تعليق ثاني لخديجة صالح من تونس، قالت بأنه في بعض البلدان العربية العمل الخيري الإنساني محاصر، خاصة إذا كان القائمون عليه من مرجعية إسلامية، فتراهم معرضين لإلصاق تهم تبييض أموال وتمويل إرهاب. تعليقك على هذين التعليقين قبل أن نضيف تعليق أخرى. طبعا أصبح دلوقتي كل شيء في العالم، لا سبق العالم العربي، العالم كله بيضرب الأمن والاستخبارات، وزي ما تقول كل الدول اتفقت على منظومة معينة هي تضييق مساحة حريات المجتمع المدني ومؤسساته، تضييق. فوصلت مرحلة من التضييق وفي مرحلة أخرى أو في بلاد أخرى إلى إغلاق. ما فيش مناخ ما فيش مناخ إيه للحريات أبدا. في بعض الدول اللي هي تحكمها جهات أوتوكراتية أو يعني ديكتاتورية خايفين على الكرسي، تعمين
طب وليه انتم خايفين من المسلمين فقط؟ طب ما في مسيحيين، طب ما في يهود، طب ما في ما في علمانيين، ما في ليبراليين، وانت مش خايف ان الليبراليين ياخذوا الحكم منك؟ كلهم خايفين على الكنيسه بتاعتهم، على الحكم بتاعهم. فما ننظر لمثل هذه الاشياء نجد ان المطيه الاولى واضعف شيء هو اغلاق العمل الانساني واتهامه واتهام من يقومون عليه، خاصه اذا كانوا من اصحاب اللحى او الحجبه، مش الحجبه، الحجاب اللي هو النساء، او اللي هو النقاب. اصبح زي ما تقول كده كان قرن الاستشعار الامني والاستخباراتي بيبص عليهم دول، لا دول خطر. مش عرفك ان اللي ماشي من غير لحيه، اللي معامل مؤسسته باسم غير اسلامي، ما كانش هو اخطر على الدوله واخطر على الوطن واخطر على المجتمع من الرجل الغلبان اللي هو صاحب اللحيه ده. فده في منظومه عالميه امنيه للوقف امام ما نسميه اللي هو الايه الفكر الاسلامي، خاصه الايه المجتمع. ليه؟ لان الاسلام في كثير من الاحيان كان بديل لسياسات محليه غاشمه، كان بديل لثقافات مختلفه، كان بديل لانظمه اقتصاديه وانظمه اجتماعيه وانظمه اخلاقيه. وكتير جدا من الدول العظمى دلوقتي او الدول عامه يعني بتقول لك لا مش عايزين البديل ده يرجع مره ثانيه. طيب نذهب الى تعليق اخر، هو تعليق الاستاذ احمد حامد الحيث، وهذا مصري كان مسؤول قسم التدريب في احدى المنظمات العربيه، يشير الى اشكاليه متعلقه بال يعني بمؤسسات. قال: العاملون في الميدان كثيرا ما يقف مدراؤهم حائلا بينهم وبين المسؤولية، وأشار إلى صراع الأجنحة، ما الطريق إلى الشفافية، وأن أهل الميدان والاحترافية هم الضمان الحقيقي لصناعة مخرجات العمل الإنساني وقياسة الاحتياجات بدقة. إذن هذا لعله أشرت له في إحدى محاضراتك سابقا، يريد التأكيد عليه. أهم عامل في نجاح أي مؤسسة في العالم هم عاملين: العامل اللي هو المجتمعي اللي انت بترسله عشان يمثلك في الفيلد في الميدان، او اللي بيكون هو اصلا من ابناء البلد، والجمعيات المحليه الوطنيه. دول نجاحك انت مبني على الاثنين دول. قبل ما تقول لي انا عندي مكتب رئيسي، مكتب رئيسي كذا وكذا، لان المكتب الرئيسي ما عندوش القدره اليوميه على معرفه تغيرات والاحتياجات المجتمعية التي يجتمعها المرأة أو الرجل أو إلى آخره. لكن قرن الاستشعار الأول الذي يسبب نجاح المؤسسة هم الجمعيات المحلية اللي أنت تتعامل معها، أو عمالك اللي أنت عاملينتهم من داخل المجتمع. أديك أنا مثلا من الأمثلة عشان إيه تكون في مثل واقعي، ما كناش عم نتكلم كده كلام مرسل. في قضية الشيشان من أخطر القضايا، لأن الحرب كانت بين مين؟ كانت بين روسيا كدولة عظمى ما بين بعض الجماعات المسلحة اللي موجودة في الشيشان اللي هم مسلمين. يعني كمؤسسة كنا مسجلين، فطبعا كنت تحت المجهر، 5 أو 6 أو 7 جهات أمنية تتصل بعض أحيان ما بينسقوش بينهم بعضهم. فكان يجي المدير المكتب بتاعنا النهاردة مع الجهة دي، بكرة مع الجهة دي، بكرة مع الجهة دي، إذا أنهم كانوا ساعات بيوزنوا الكرتونات بتاعت الغذاء، ولو لقوها فاضية يعني قصدي شوية فيها 50 جرام قال يقول أنت حرامي. خد بالك؟ نجاح العمل هناك كان بناء على مين؟ بناء على شاب مدير المكتب اللي هو كان صابر وصبور، والأخت مديرة البرامج اسمها ناتاشا. دايما انا بعتز بناتاشا جدا 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 جدا، كل الدول الامنيه احترمتها. كانت بتخلط الاوراق. مش المكتب الرئيسي في برمنغهام، مش المكتب الرئيسي في واشنطن دي سي، مش المكتب الرئيسي في الكويت، مش المكتب الرئيسي في الرياض، لا هم دول النجاح. كانوا بيقفوا في الثلج وفي المطر وفي الحر وفي الصيف، واللي كانوا في البوسنه واللي كانوا في السودان واللي كانوا في ليبيا واللي كانوا
في في في, في موريتانيا وكانوا في أفغانستان هم دول اللي نجحوك. فحذاري لمدير رئيس أو رئيس جمعية مش فاهم قيمة هذا الرجل أو هذه المرأة التي تعمل ليل نهار. لما احنا جاي كوفيد لو احنا كلنا تبع عشنا في الظل بتاع الكورونا صح؟ كل الناس هنا قفلت، العالم كله قفل إلا المكاتب الميدانية، إلا المكاتب الميدانية رفضوا إنهم يقفلوا. ليه؟ احنا شايفين احنا في خط الدفاع الأول، وخط الدفاع الأول بيقول ما ينفعش نقفل، الناس هتموت من الجوع، ما عندهمش دواء، ما عندهمش كذا، ما عندهمش كذا. فكان الشباب حتى في شهر رمضان المسلمين وغير المسلمين في كينيا، في مشروع كينيا اللي هنتكلم عنه، كانوا بيسافروا بالعشر وخمستاشر وعشرين ساعة عشان يوصلوا الحاجيات لمستحقيها هناك. فأنت بتتكلم عن إيه؟ فين بقى التقدير؟ لما الأمر ده ينجح، مين اللي بيصار بقى في التلفزيون وفي الإعلام؟ هاني البنا. تعرف ليه؟ لأن هاني البنا هو الرئيس، مش بيصور جلوريا ومش عارف محمد وأليو ومين، لا الرئيس هو اللي يطلع. الرئيس ما عملش حاجة، الرئيس خد الكريمة وقال لهم شوفوا احنا عملنا كذا، وفي نفس الوقت لا مرتب العامل المدني ده يكاد يعيش على الفتات، ومرتب اللي قاعد في المكتب الرئيسي منفوخ بالرغم ان هو عنده اللي هو الخدمات الاجتماعية وعنده الأمن وعنده 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 إلى آخره. فلما تنظر لهذه الازدواجية في الفكر المنكفئ لأصحاب القرار تقول العمل الإنساني في مصيبة، مصيبة في مكاتبها الرئيسية. أضيف بعض التعليق. الأستاذ يوسف بن بغداد وهو من العاملين أيضا في هذا المجال قال، ولعلك أشرت في تعليقك السابق، يتحدث عن لابد أن يكون هناك في كل بلد شريك محلي استراتيجي، وتنمية وتدريب وتطوير هذا الشريك هو أحد مسؤوليات المنظمة. أضيف تعليق آخر تحليله لغياب الشريك المحلي، يقول بأن تغييب الشريك المحلي أحيانا يكون راجع للقيادات الميدانية لسببين، إما ضعف هذه القيادات الميدانية ويرجع الضعف للفهم وضعف الرغبة والاهتمام وأحياناً للفساد الإداري، أو السبب الثاني هذا الحرص الزائد عن اللزوم بدعوى أن الجمعيات المحلية مجموعة فاسدين ومنتفعين. تعليقك على هذه المرتبطة بالشريك المحلي؟ مش شريك واحد بس، شركاء. شركاء نعم، شركاء محليين وفي مناطق مختلفة متنوعين لنمرة واحد، لأن المال اللي عندك هو مال المجتمع اللي بتشتغل فيه، سواء كان مال الشخص الفقير او المريض او الأمرة او الفقير او مال الجمعيه، لان واجب عليك ان انت تنميها. ليه؟ لان وجود جمعيتك الدوليه دي هيكون مؤقت 5 سنين 10 سنين 20 سنه، اما الجمعيه المحليه فهتكون ابد الدهر موجوده هناك. فاصبح لزاما علينا من اول يوم ندور على شركاء محليين حتى لو كان فيهم فساد نصلحها، أو نختار جمعيات ما فيش. يعني حتى الجمعية احنا نعتقد انها فاسدة، لا تعالي انت عندك مشاكل ألف وبيه وجيم ودال، اعملي كذا عشان ايه نساعدك وننميك ونديك فلوس، مش هتاخدي مش هتعملي كذا مش هنساعدك. من حقك انك تحارب الفساد، ومن حقك انك تختار جمعيات او تختار مبادرات شبابية، لكن مش من حقك ان الشباب بس بايديك ورجليك. او الشريك المحلي دلوقتي اصبح من المعلوم من الدين بالضرورة. تقدرش تشتغل بدونه، واصبح فرض عين على كل جمعيه انها تنمي المحليين، سواء كانوا افراد سواء كانت حتى محليات البلديات تنميها كذلك. يعني ليه؟ لان انت عايز لما تترك المجتمع ده يكون المجتمع ده عنده مؤسسات وعنده افراد قادرين على استكمال مسيره البناء المجتمعي. تمام. في تعليق اخير حساب باسم هيام القداسي، تتحدث عن ضرورة القيام بمشاريع التمكين الاقتصادي،
وذكرت أن التي تقوم بتأسيسها منظمات المجتمع المدني وتعمل على تشغيل الأيادي العاطلة عن العمل، وبالتالي هذه المشاريع تساعد على استمرار عمل المنظمات أطول فترة ممكنة. تعليقك على هذا النوع من البرامج؟ أوافق على هذا النوع من المبادرات والأعمال. إحنا أعتقد أن فاكر في التسعينيات كنا بنفتخر إن إحنا نشتري في بنغلاديش اللي هم الشبك بتاع السمك، الريكشا اللي هو بيعملوا هناك، اللي هو التراكتورز اللي هو الجرار الصغير ده بسميه ميني تراكتور، ايه تاني يا ربي، حاجات زي كده، اللي البذور اللي هي ادوات الزراعه الى اخره الى اخره الى اخره. بناء الفرد والاسره مهم جدا اقتصاديا، بالاضافه الى بناء السوق المحلي. انا بضيف عليها بناء السوق المحلي، تساعد في تنمية السوق المحلي، تساعد في تنمية قدرات المرأة اللي قاعدة في البيت بدل ما قاعدة تنتج حاجة، اللي هو التنمية الأسرية. كل هذه الأشياء للتمكين المجتمعي الأسري بيخلي الإنسان قادر على الكسب وقادر على الفهم وقادر على العمل في المجتمع والمشاركة في البناء المجتمعي. فطبعا ده يكون جزء واضح جدا من أول يوم. يضاف إليه بقى بناء القدرات، الأبحاث، الأشياء التانية بتكلم كان معنا كتير جدا. لكن طبعا الكلام بتقول على الاخت هيام ده كلام واضح ومهم جدا. انا بقول الحديث مش حول بتاع المثل بتاع السمكه والشبكه. انا هو الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام حب جاله شاب كده وحب ياخد منه زكاه، فقلع الغتره بتاعته وباعها في المسجد، لان احنا برضك يعني الناس بتحتفل بمثل الصيني وانا بحتفل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال خلاص باعها بثلاثة درهم. قال لك درهم لك لزوج لو تزوجك لولادك للاكل، ودرهم لفاسكة، ودرهم لايه للحبل، واذهب واحتطب وتعالي بعد اسبوعين ثلاثة. رجع له في ايده كبشة من الدراهم. خلاص انت شاب صغير، ها انا هساعدك بان انا هبيع الغطره دي، هديك دي ورقه المال، بس انت روح بقى احتطب، واخد بالك؟ فده يعني تعليقا على كلام الاخت هيام، ده شيء اساسي بالاضافه الى بناء السوق المحلي. شكرا جزيلا دكتور. متابعينا الاكارم، ننتظر تعليقاتكم من مثل هذه التعليقات على صفحه الدكتور هاني لإدراجها في الحلقات المقبلة. كانت هذه الحلقة خاصة للتعليق على محاضرة يوم الثلاثاء الماضي للإعلامي الأستاذ وضاح خنفر، موازين القوى الدولية الحالية وانعكاسها على مستقبل العمل الإنساني والمجتمعي. في الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء المقبل سنكون على موعد مع محاضرة للإعلامي الأستاذ أسعد طه، العمل الإعلامي وتجربته في العمل الإعلامي، كيف يمكن تنمية العمل الإعلامي. في الختام اسمح لي ونحن نستحضر هذه الصور من نشاطاتك مع الأيتام أن أسألك، وأنا أستحضر ما قاله الدكتور حسين القزاز في محاضرته التي ناقشناها سابقا، تحدث عن الخروج بمفهوم اليتم من حالة الفرد، من حالة الطفل إلى حالة الأمة، إلى حالة الأمة. أيوة. هل تعليق في هذا السياق ونحن نشاهد هذه الصور الجميلة لحضورك المتميز الأبوي؟ أسأل الله تعالى أن يتقبل منك وأن يجعلك مع رسول الله كهاتين كما وعد. أمين يا أبران. كلنا إن شاء الله. طبعا اليتم ده ظاهره لا تنطبق فقط على الاطفال اللي فقدوا الاب او فقدوا الاب والام او فقدوا الام حتى، ابدا. يعني مجتمع بدون قياده هو مجتمع يتيم، مجتمع بقياده فاسده هو مجتمع ايضا يتيم، لان القياده الفاسده اسوا من عدم وجود القياده. القياده الفاسده بتستاثر بكل شيء، فذلك يتم الأمة أو يتم الوطن أو يتم المجتمع أو يتم الشعب. وللأسف ده كله بيأتي ويتأتى مع غياب أو عدم وجود مؤسسات مجتمع مدني قوية وفاعلة ومفاعلة تراقب أداء الحكومة، تحاول
تدعم مسار المشاريع اللي الحكومة عايزة. يعني مثلا الصورة اللي انت شايفها قدامك دي فيها جمعية مسرات، وفيها جمعية مسرات والإغاثة الإسلامية، وفيها جمعية اسمها المنتدى السوري، وفي جمعية تانية اسمها بنفسج، وفي جمعية اسمها عطاء. احنا عايزين الجمعيات تقعد مع بعض عشان يبني مجتمع يساعد الدولة في خدمة الشعب، لأجل خدمة الشعب. اليتم هو ان الشعب ما ليش من يرعاه، من يخدمه، من يحنو عليه. الشعب يفقر، تفقر الشعوب. ليه؟ لان في ناس فسدة بياخدوا اموالها. ده اليتم الحقيقي، ده موجود للأسف والعياذ بالله. والحل في بناء مجتمع مدني قوي. شكرا جزيلا دكتور هاني، ونسعد دائما في الحقيقة بالحوار معك، وحوار معك شيق ومستقى من تجربة ميدانية وخبرة كبيرة. نسأل الله تعالى أن يجازيك خيرا عن العمل الخيري والإنساني. مشاهدينا الأكارم، إلى الحلقة المقبلة بإذن الله، دمتم في رعاية الله. خالد الفقراء عشان تسعد. Dr. Hani was a strong believer in the prophetic saying, "None of you truly believe until he loves for his brother what he loves for himself." وبص على خريطة العالم، واكتب على كل بلد وكل مدينة علامة ان احنا نفتح في المكان ده كله. I think Dr. Hani is one of the great philanthropists, one of the great humanitarians of our current times. Dr. Hani Albana, for services to Islamic Relief. Hani Albana.